ننتقل الآن إلى التمرين الثالث، ويهدف إلى دراسة تطور مجموعة كيميائية. إذا التمرين منقسم إلى جزئين مستقلين. الجزء الأول يهدف إلى دراسة حركة جسم صلب فوق على مستوى مائل. نعتبر جسما صلبا اس كتلته ام قابل للانزلاق وفق الخط الأكبر ميلا لمستوى مائل بزاوية ألفا بالنسبة لمستوى أفقي. ينطلق الجسم اس عند اللحظة تي تساوي صفر بدون سرعة بدئية. إذا هذا معطى مهم يجب عدم الإغفال على هذا المعطى، يعني في زيرو تساوي صفر من الموضع او تحت تأثير القوة اف ثابتة. يمر الجسم اس من الموضع ا بسرعة في ا. ندرس حركة مركز القصور الجسم اس في معلم او اي مرتبط بالأرض، نعتبره جاليليا كما هو موضح في الشكل واحد. معطى كذلك مهم وهو أن أفصول جي عند أصل التواريخ أو عند تي تساوي صفر هو إكس جي تساوي إكس صفر تساوي صفر. معطيات: إذا نعلم أن في أ تساوي 2.4 متر بار سكوند، زاوية الميل أو الميلان 30 درجة، جي ثم كتلة الجسم 10 غرام. السؤال الأول: بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها إكس جي تكتب على هذا الشكل، دي كاري إكس سور دي تي كاري تساوي F sur M moins M جي سينس دو ألفا. يعطي الشكل 2 تطور السرعة في دو تي، كما تلاحظون فهو دالة خطية تمر من أصل المعلم. عين مبيانيا قيمة تسارع جي، أحسب شدة القوة المحركة F. ثالثا: انطلاقا من الموضع A من هنا حسب الشكل ينعدم تأثير القوة F ويتوقف الجسم S في الموضع B. ما معنى أن الجسم يتوقف في الموضع B؟ تعني أن سرعته تصبح منعدمة. نختار من جديد A أصلا للأفاصيل ولحظة مرور الجي من A أصلا للتواريخ. باستعمال المعادلة التفاضلية السابقة أو الواردة في السؤال واحد وهي كالتالي: بين أن حركة الجي بين الموضعين A و B مستقيمة متغيرة بانتظام، ثم أوجد المسافة AB. إذا لنبدأ بالجواب عن السؤال رقم واحد بالنسبة للجزء الأول. إذا قبل أن نبين المعادلة التفاضلية، أول شيء تحديد المجموعة المدروسة وهو الجسم S. بعدها نقوم بجرد القوى. الجسم يخضع لثلاث قوى: يخضع لوزنه B، يخضع لتأثير السطح المائي R. هنا كملحوظة أن R عمودي على OA. لماذا؟ لأن الاحتكاكات مهملة كما هو مشار إليها في التمرين. ثم القوة الثالثة وهي تأثير القوة المحركة F. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم OEG مرتبط بالأرض نعتبره جاليليا، نعلم أن سيجما دو F يعني مجموع القوى الخارجية تساوي M في AG، بحيث أن AG هي متجهة التسارع مركز القصور. سيجما F هناك ثلاث قوى: P متجهة بلس R متجهة بلس F قوة F تساوي MAG. نقوم بإسقاط هذه العلاقة واحد، وهي علاقة متجهية على المحور OX. إذا عندنا قوة F، إذا نمثل قوة F هي قوة كار محركة، R فهي عمودي على OA لأن الاحتكاكات مهملة، ثم P فموجهة نحو الأسفل. إذا يجب تمثيل القوى قبل إسقاطها. إذا بالنسبة لإسقاط العلاقة نحصل على العلاقة التالية: P دو X بلس RX بلس FX تساوي MAX. RX إذا بما أن R عمودي على OX فإسقاطه يساوي صفر. F تلاحظون أن F هي توازي المحور OX وفي نفس منحى OX، إذا إسقاط FX هي F. بالنسبة لـ P إسقاطه على X تعطينا P دو X، و P دو X تمثل الضلع مقابل لـ ألفا. إذا يمكن استعمال سينوس دو ألفا هو الضلع المقابل PX على الوتر P، ومن هنا نستنتج أن PX تساوي ناقص P سينوس دو ألفا. إذا هنا قمنا بإضافة إشارة ناقص، لماذا؟ لأن P دو X فهي معاكسة لـ OE، إذا لذا يجب إضافة ناقص. نعوض M أو P بـ M في الجي، و AX هي مشتقة ثانية بالنسبة لـ X، إذا هي دي كاري X و دي تي كاري. إذا نعوض كل التعابير السابقة في العلاقة التالية، نحصل على ما يلي: إذا ناقص إم جي سينوس ألفا بلس صفر بلس إف تساوي إم في دي كاري إكس سوغ دي تي كاري. وبالتالي نقوم بقسمة طرفي المتساوية على إم، إذا نحصل على دي كاري إكس سوغ دي تي كاري تساوي إف سوغ إم ناقص إم. إذا قسمنا على إم غنختزلو إم مع إم غتبقى لنا جي سينوس ألفا، وبالتالي ف
هذه هي المعادلة التفاضلية التي يحققها الأفصول إكس جي. الآن نمر إلى السؤال الثاني. يعطي الشكل 2 تطور السرعة، عين مبيانيا قيمة تسارع حركة الجي. إذا الشكل 2 دونك لدينا تي بدلالة في دو تي، كيف ما قلنا فهي دالة خطية دونك صفر، يعني تمر من أصل المعلم. إذا لدينا تتغير السرعة V بدلالة الزمن وفق دالة خطية. لماذا؟ لأنها تمر من أصل المعلم. نكتب معادلة الدالة. إذا V دو تي تساوي K فوا تي، حيث ك هو المعامل الموجه للمنحنى. دونك لدينا كذلك مما سبق ان دي كاري اكس سور دي تي كاري اللي هي ا تساوي اف سور ام ناقص جي سينوس دو الفا تساوي ثابته. اذن حركه اس مستقيمية متغيرة بانتظام. إذا معادلة السرعة هي V دو تي تساوي A G فوا تي بلس V زيرو. وبما أن جسم انطلق بدون سرعة بدئية فإن V زيرو تساوي صفر متر بار سكوند. أي نستنتج العلاقة التالية V دو تي تساوي أج فوا تي، وبينا سابقا أن V دو تي تساوي ك فوا تي. إذن نستنتج أن تسارع أج ما هو إلا معامل موجه للمنحنى السابق. إذن لدينا ك هي دلتا أج أو دلتا V سور دلتا تي. إذن نقوم باختيار نقطتين من المنحنى. إذا نختار مثلا 1.5 ناقص صفر، ونختار 1 ناقص صفر، وبالتالي فالتسارع أجي تساوي 1.5 متر باغ سكوند وكاري. السؤال الموالي، احسب شدة القوى F. إذا لدينا حسب هذه العلاقة السابقة كيف ما قلنا دي كاري إكس سور دي تي كاري يمكن تعويضها بأ F سور M ناقص G فوا سينوس دو ألفا، أي F سور M تساوي A G زائد G سينوس دو ألفا. ومنه فإن F تساوي M، تقدو M طرف آخر، M تساوي AJ زائد J سينوس دو ألفا. تطبيق عددي، F تساوي M عندنا 100 غرام، 100 في 10 أس ناقص 3، AJ 1.5 زائد J 10 سينوس 30 درجة. إذن F تساوي 0.65 نيوتن. إذا هذه شدة القوة F.
ثالثا، انطلاقا من الموضع A ينعدم تأثير القوة F. إذن عندما يصل الجسم إلى الموضع A ينعدم تأثير القوة F، فيتوقف الجسم S في الموضع B. إذن باستعمال المعادلة التفاضلية الواردة في السؤال واحد، إذن لدينا إذن المعادلة التي سبقنا أن بيناها في السؤال السابق x sur dt كاري تساوي f sur m ناقص g sinus دو ألفا، بين أن حركة g بين الموضعين A و B فهي حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. إذن لدينا f تساوي صفر عندما ينتقل الجسم بين A و B. إذن دي كاري x sur دي كاري تصبح كالتالي، هي ناقص g فوا سينوس دو ألفا، ونسميه g بريم، يعني لا علاقة له بالتسارع الذي قمنا بحسابه سابقا. إذن A بريم g تساوي ناقص 10 سينوس 30 درجة. إذن A g بريم تساوي ناقص 5، أو A g بريم دونك تساوي ناقص 5 متر بار سكوند أو كاري، دونك فهي قيمة ثابتة. وبما أن المسار مستقيمي فإن حركة جي بين A و B مستقيمية متغيرة بانتظام. السؤال الأخير، أوجد المسافة AB. إذن نعلم أن المسافة AB هي XB و XA. حسب المعطيات الواردة في السؤال 3 لدينا A هو أصل جديد للأفاصيل، يعني أن XA تساوي XO تساوي صفر، وA كذلك هو أصل للتواريخ، يعني T تساوي صفر. إذن AB تساوي XB دو T. إذن لدينا AG بريم دونك تساوي كونستانت، ومنه فإن V دو T تساوي AG بريم فوا T زائد V زيرو. عند الموضع B VB TB تساوي A بريم G فوا TB زائد V زيرو اللي هي VA تساوي صفر، لأن كما هو مشار إليه في التمرين فإن VB تساوي صفر. إذن نستنتج أن TB تساوي ناقص TB تساوي ناقص VA سور AG بريم. إذن AB تساوي XB T، و XB ما هي إلا معادلة زمنية للحركة X وحدة لا جوج فوا AG بريم فوا TB كاري بلوس VA فوا TB بلوس X0 هي 0. إذن وحدة لا جوج AG بريم، نعوض TB بالعلاقة ناقص VA سور A بريم G أو كاري زائد VA، نعوض كذلك TB بناقص VA سور A بريم G، وفي الأخير نحصل على
العلاقة التالية أن AB تساوي AB تساوي ناقص VA أو كاري سوم على جوج فوا AG بريم. تطبيق عددي، إذن AB تساوي ناقص جوج فاصلة أربعة أو كاري على جوج ضربة في ناقص خمسة، وبالتالي نحصل على القيمة التالية وهي أن AB تساوي 0.576 متر، تساوي هي 57.6 سنتيمتر. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني تمرين الميكانيك، وهو حركة مجموعة جسم صلب نابض. إذا نعتبر المجموعة جسم صلب نابض الممثلة في الشكل 3، حيث النابض ذو لفات غير متصلة ومحوره أفقي، كتلته مهملة وصلابته ك. ندرس حركة مركز القصور الجلي لجسم اس دي الكتلة 100 غرام في المعلم او اي مرتبط بالأرض نعتبره غاليليا عند التوازن x دو جي تساوي x 0 تساوي 0. نزيح S عن موضع توازنه المستقر بمسافة XM، ثم نحرره بدون سرعة بدئية. عند اللحظة T تساوي 0، فينجز 10 تذبذبات خلال المدة الزمنية دلتا T تساوي 3.14 سكوند. أولاً، حدد قيمة الضوء الخاص T0. ثانياً، استنتج قيمة الثابتة K. إذا لنبدأ بالجزء الثاني. إذا السؤال رقم أول، حدد قيمة الدور T0. دونك حسب المعطيات لدينا المتذبذب ينجز 10 تذبذبات، يعني 10 حركات ذهاب وإياب خلال مدة دلتا T. إذا نكتب 10 T0 إتيكالا دلتا T، ومنه فإن T0 تساوي دلتا T سوغ سوم العشرة. تطبيق عددي، إذا T0 تساوي 3.14 سوم العشرة، إذا تعطينا هي 0.314 سكوند. سؤال رقم 2، استنتج قيمة الثابتة K. إذا نعلم أن T0 تساوي 2π وغسين 2m سوغ K. نقوم برفع هذه العلاقة مربع، إذا T0 أو كاري تساوي 4π أو كاري فوا M سوغ K، وبالتالي K تساوي 4π أو كاري فوا M سوغ T0 أو كاري. إذن K تساوي 4 فوا بي كاري فوا 100 في 10 أس ناقص 3 مقسومة على 0.314 أو كاري. إذن K تساوي 40 نيوتن فوا متر موانزا. ثالثا، نختار الحالة التي يكون فيها النابض غير مشوه مرجعا لطاقة الوضع المرنة EPE، والمستوى الأفقي الذي يشمل الجي مرجعا لطاقة الوضع التقالية، ويمثل المنحنى الشكل 4 مخطط طاقة الوضع المرنة EPE بدلالة X. باستغلال هذا المخطط، حدد قيمة كل من الوسع XM طاقة الميكانيكية EM للمجموعة، ثم السرعة القصوى لهذه المجموعة. إذا لدينا بالنسبة للمنحنى فهو على الشكل التالي: X طاقة الوضع المرنة EPE
بالملي جول، قلنا هنا صفر، إذا نبدأ بالسؤال رقم واحد وهو باستغلال هذا المخطط الطاقة أحسب الوسع إكس إم. إذا من خلال المنحنى يتبين أن إكس إم، إذا إكس إم فهي بطبيعة الحال إكس ماكس يعني الوسع القصوي، ومتى يكون الوسع قصوي؟ عندما تكون طاقة الوضع المرنة قصوية. إذا في هذا الموضع تكون طاقة الوضع المرنة قصوية، إذا هذه النقطة نقوم بإسقاطها مباشرة، إذا نحصل على XM وبالتالي فتساوي 0.04 متر. إذا هذه قيمة XM. ب وهذا السؤال ألف، ب طاقة ميكانيكية. إذا بما أن الاحتكاكات مهملة فإن الطاقة الميكانيكية تنخفض، أي أن الطاقة الميكانيكية بصفة عامة هي طاقة الوضع EP بلس EC، و EP تساوي حسب التعريف هي EPE بلس EPP. بما أن المستوى الأفقي الذي يشمل جي مرجع لطاقة الوضع التقالية، فإن EPP تساوي صفر، ومنه EP تساوي EPE تساوي واحد على جوج K فوا X كاري بلس C. عند X تساوي صفر موضع الذي يكون فيه النابض غير مشوه، فإن EPE تساوي صفر، أي نستنتج أن EPE تساوي واحد على جوج ك صفر كاري بلس سي تساوي صفر. إذن سي تساوي صفر، وبالتالي EPE تساوي واحد على جوج ك إكس وكاري. عند إكس تساوي إكس إم لدينا في تساوي صفر، ومنه أو سي تساوي واحد على جوج إم في كاري تساوي صفر. إذن EM ما هي إلا EPE max، وحسب الشكل 3. إذن EP max هي القيمة القصوى. إذن عندنا كل مربعين هو 8، إذن عندنا 1 2 3 4، إذن 4 في 8 إذن تعطينا 32 ميلي جول، أو 32 في 10 أس ناقص 3 جول. جيم استنتج السرعة القصوى. إذن دائما بما أن الطاقة الميكانيكية تنخفض فإن EM كما قلنا سابقا إما تساوي EP max أو تساوي EC max.
وبالتالي ام تساوي او سي ماكس تساوي 1 على 2 ام في ماكس او كاري. اي ان اذا جوج او ماكس تساوي ام في ماكس كاري، وبالتالي مباشره ففي ماكس كاري او في ماكس تساوي جذر مربع جوج فوا او ميكانيك، يعني الطاقه الميكانيكيه مقسومه على كتله الجسم. تطبيق عددي، اذا في ماكس تساوي جذر مربع جوج او ماكس، اذا قمنا بحسابها سابقا وهي 32 في 10 اس ناقص 3، وبالنسبه لكتله الجسم هي 100 غرام في 10 اس ناقص 3، اذا يجب تحويلها الى الكيلوغرام. وفي الاخير نجد ان في ماكس تساوي 0.8 متر بار سكوند. اذا هذه هي قيمه السرعه القصوى لحركة الجسم، وبالتالي كنكون قد انتهينا من تصحيح موضوع هذا الامتحان، وبالتوفيق للجميع وإلى اللقاء فرصة قادمة.